السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في الفيديو تاع القسمة في زاد والموافقات للشعب الأدبي. واش هي هذه القسمة في زاد؟ أول حاجة نبدأ مثلا A و B، عددان صحيحا حيث B يختلف عن الأصل. واش معناتها عددان صحيحا؟ معنتها مثلا ناقص 3 ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 0 1 2 وهي غادي، مفهوم؟ لازم ما يكونش بالفاصلة والسالب، وكاين الاعداد السالبة والاعداد الموجبة. اذا انا كندير القسمة نتاعي مثلا نقسم ا على ب، غادي تعطيني واحد العدد ك مع الباقي نتاعي. هنا اول حاجه غادي نخدمو بالباقي صفر، تسمى قسمه تامه. واش معناتها هذه؟ معناتها ان كنجيو نترجمو هذه على شكل ضرب، نكتبو ا واش تعطيني ب في ك. اذا هنا واش نقول؟ نقدر نقول ب قاسم ل ا، او ب يقسم ا، او ا من مضاعفات العدد. الكتابة الرياضية نتاعها هادي نكتبوها على الشكل الآتي: ب يقسم أ، نقراوها ب يقسم أ. هادي في لما يكون عندي الباقي شحال يساوي لي الصفر. الآن لما الباقي نتاعي يكون يساوي واحد العدد حنا نسميوه R، نكتبوها هنا نتاع سمعيش أ مقسومة على ب، مثلا نديرو Q هما الباقي R. إذا أي عددان كنقسمهم على بعضياتهم يعطيني واحد الثنائية. واش هي هاد الثنائية؟ Q اللي هو حاصل القسمة، والR اللي هو الباقي. هذه كون نجي نكتبها على شكل غادي نكبرها لكم شوية باش تتضح الأمور. واش عندي هنا A B قلنا Q و R. كي نجي نكتب هذه على شكل مساواة، ندير هنا تساوي، ندير هنايا في، ندير هنايا زائد. يعني هذا واش غادي تساوي؟ تعطيني A تساوي B في Q زائد R. يعني أي عدد نقسمهم على بعضياتهم يكون عندي هذه الثنائية هذه Q R، حيث Q قلنا يمثل الحاصل و R الباقي. هنا في كما قلنا في المثال تاعنا الاول من المضاعفات، معناتها الار يساوي الصفر. هذا فيما يخص القسمه في زاد. ندير واحد المثال، مثلا نقول لكم 98 مقسومه على 5. هذه حنايا كنحسبوها 9 تعطيني هنا 1، 48 على 5 تعطيني 9، اذا الباقي 3. سبعة هنا عفوًا، تسعة ماشي، المهم تعطيني 19. إذا هذي كيفاش نكتبوها؟ قلنا نديرو هنا تساوي، هنايا في وهنايا زائد، ندير 98، واش تعطيني؟ تعطيني 5 في 19 زائد 3. هذي نحسبها بالآلة الحاسبة. كيفاش ندير بالآلة الحاسبة؟ ندير بالآلة الحاسبة 98 على 5. واش قلنا؟ نديرو 98 على 5، ثمانية وتسعون على 5 تعطيني 19.6. نتوما واش ديرو؟ تديو هاد 19 هذه تضربوها في 5 تعطيني 95. إذا واش غادي نكتبها؟ نكتبها هنايا 98، واش تساوي؟ 19 في 5، صبت أنا يا 95، بعد ندير لها 98 ناقص 95، وغادي نصيب 3 انتهينا. هاكا باش تجيني سهلة بالآلة الحاسبة. نديرو مثلا رقم آخر، مثلا 150 مقسومة على 13، نديرو بالآلة الحاسبة 150 مقسومة على 13، غادي تعطيني 11.6.
خمسة ثلاثة ثمانية إلى آخره. سمعنا واش ندير الصوره نديرهم في المحاولة. 150 تساوي 13، ندي أنا غير العدد الصحيح نتاعي، يعني ندير بالفاصلة، يعني غير 11، سما نضربها في 11. لو كان عاود ندير بالآلة الحاسبة نتاعي 11 في 13، شحال عطاتني؟ تعطيني 143. دوكا واش ندير؟ ندير 150 ناقص 143 بالآلة الحاسبة تعطيني 7، إذا غادي نزيد لها هنايا زائد 7. باش تأكدوا بلي عندكم صحيح، دوكا ديروا بالآلة الحاسبة 11 في 13 زائد 7، لازم النتيجة تعطيني 105. إن شاء الله تكون مفهوم هذه. الآن ننتقل إلى الموافقات. واش هي الموافقات؟ أول حاجة غادي نكتب القسمة القيدية اللي درناها قدامي، قلنا أ قسمة ب تعطيني واحد العدد Q والباقي R. القسمة الإقليدية الموافقات هو الترجمة للقسمة الإقليدية، ولكن في الموافقات اللي يهمني الباقي فقط، اسما ما نوليش نخمم في الحاصل، هذه في المساواة اللي نخمم في الحاصل، أما في فيما يخص الموافقات نبقى نخمم غير في الباقي. إذا هذه كيفاش نترجموها على شكل موافقات؟ غادي نكتبو أ واش توافق؟ توافق الباقي بترديد القاسي. تلاحظوا باللي كيغا ما دخلناش. كما نرجع للمثال تاعنا، قلنا 150 واش هي 11 في 13 زائد 7. حنايا قلنا القاسم تاعنا هو 13 والمقسوم تاعي هو 150، الباقي 7. اذا باش نترجمها هذه واش نكتب؟ نكتب 150 توافق واش؟ توافق الباقي نتاعي اللي هو 7 بترديد القاسم اللي هو 13. الان هذه فيما يخص الموافقات. الان نمشيو لخصائص الموافقات. لما يكون عندي انا يا أ يوافق ب بترديد ان، هذه ايضا تكافئ واش نقدر نعكسهم؟ ب توافق أ بترديد ان، هذا اول خاصية. الان اذا كان عندي مثلا أ يوافق ب بترديد ان و ب يوافق سي بترديد ان، كيكون عندهم نفس الترديد، هذه واش تكافئ؟ تكافئ لي بلي ان أ توافق سي بترديد ان. مثلا نمشيو للضرب، يكون عندي مثلا أ يوافق ب بترديد ان، و مثلا سي يوافق دي بترديد ان، هادو نقدو نضربهم طرفا لطرف. واش معناتها؟ تعطيني أ في سي يوافق دي في دي بترديد ان. الان غادي نجي لواحد الحاجه اللي هي تهمني في التمارين بزاف، وهذه الخاصيه هي اللي لازم تعقلوا عليها مليح مليح. كيكون عندي أ يوافق ب بترديد أن، معنتها أ هنا نقدو نديرو الأسس، مثلا أس ب أس ب، هاد الخاصية هادي هي اللي نخدم بها بزاف فيما يخص التمارين تاع الموافقات. وبطبيعة الحال لازم ب يكون عدد طبيعي، يعني ب ينتمي إلى أن. فقط واحد الملاحظة، ماشي أي كتابة مكتوبة على هذا الشكل تسمى موافقات ولا تسمى موافقة. حنا باش نعرفو بلي هذي توافق هذي واش ندير؟ نديو البي للطرف الآخر، واش ولي تولي لي أ ناقص ب توافق صفر بترديد أن. دوكا حنا باش نعرفو بلي أ يوافق ب بترديد أن واش ندير؟ نديرو أ ناقص ب ونشوفو واش من مضاعفات العدد أن. إذا كان من مضاعفات العدد أن نقولو هذه الموافقة راه مكتوبة صحيح، إذا ما كانش معناتها لا تعتبر موافقة. الآن واحد الخاصية أخرى نقدر نخدم بها في التمارين، واش هي؟ كيكون عندي أ يوافق ب بترديد أن، نقدر نزيد ونطرح الترديد كيما نحب. علاش؟ صار كي أنا مثلا نقول لكم 1 زائد 2 تساوي 3، نزيد منها صفر كلمة دات والو، ما نزيد منها صفر كلمة أثرت والو.
نفس الشيء بالنسبة للموافقات، بما أن الترديد الباقي تاع صفر يعني نقدو نزيدوه ولا نطرحوه عادي. نمشيو دركا واحد التمرين، نشوفو مع هاد البكالوريا 2008 التمرين الأول واش قال لي. قال لي أ و ب عددان طبيعيين حيث ال ب 2006 وال أ 1428. أول سؤال واش قال لي؟ قال لي عين باقي القسمة الإقليدية للعدد أ على 9. حنا أ تاعنا شحال؟ 1428. واش ندير دوك؟ نمشي بالآلة الحاسبة في المحاولات 1428 مقسومة على 9. ندير بالآلة الحاسبة تاعي 1428 مقسومة على 9، غادي تعطيني 158 فاصل 6666 إلى آخر. دوكا واش قلنا نديرو؟ قلنا نديرو غير هاد العدد الصحيح. دوكا واش غادي ندير؟ غادي ندير باش تجيني ساهلة، شو نكتب ديريكت 1428، ندير ناقص، نفتح قوس، هذاك القوس واش نكتب فيه؟ نكتب فيه 9 في العدد الصحيح اللي يكون عندي هنا، يعني 158. النتيجة شحال غادي تعطيني؟ 6. تسمى هاد الفاصلة تنقلعوها. إذا هادي كيفاش نكتبها؟ نكتبها من الشكل كيما هاك. الإجابة تكون تاعي هاكا، نكتبها 1428 واش تساوي؟ تساوي 9 في 158 زائد 6. إذا باقي قسمة 1428 على 9 شحال هو 6. تسمى كون نكتبها على شكل موافقات، نكتب 1428 واش توافق؟ توافق 6 في ترديد 9. وتلاحظوا بلي هاد 158 كما ديناهاش. واش قال لي الان؟ قال لي بين ان ب توافق ناقص 1 بترديد 9. شوف دائما كي يعطيني هاد السؤال كيفاش نتصرف معاه؟ اول حاجه البين تاعي هو 2006، واش قال لي؟ قال لي بين ان ب توافق ناقص 1 بترديد 9. هنا اول حاجه لازم نديروها، لازم هذه نكتبوها على شكل موافقات. يعني دوك واش غادي ندير؟ غادي ندير 2006 نقسمها على 9، 2006 مقسومه على 9، بالاله الحاسبه غادي نصيب 222.8888. تسمى دوك واش غادي ندير؟ غادي ندير 2006 ناقص، نفتح قوس، ندير 9 في 222، غادي الباقي يخرج لي 8. يعني هاد الكتابة نقدر نكتبها كيما هاك، 9 في 222 زائد 8. علاش درت هادي؟ لأنه باش يبان لي الباقي، باش نقدر نكتبها على شكل موافقات. هادي واش تعطيني؟ تعطيني 2006 واش توافق؟ توافق الباقي اللي هو 8 بترديد 9. شوف دائما كيعطيني هاد السؤال يقول لي بين بلي يساوي ناقص 1 ولا 1، ديروا الخاصية اللي درناها التالية. وش هي الخاصية؟ نقدر نزيد ونقص الترديد كيما نحب. أنا دوك هنايا باش في الباقي هنايا وراها 8، باش كيما نقول لك ندير ناقص 1، باسكو لازمني نزيد 9 ولا لازمني نقص 9؟ عندي 8 9، من الأحسن واش ندير؟ نقص هنايا 9. قلنا كي ندير الترديد، كيكون عندي الترديد نقص ولا نزيد عادي. 8 ناقص 9 كم تساوي؟ ناقص 1، و 2006 هي ب. إذا هذه توافق لي هذا، وهذا ما طلب مني تبيانا. الآن نمشيو للسؤال جيم، واش قال لي؟ قال لي هل العددان أ و ب متوافقان بترديد 9؟ واش معناتها متوافقان بترديد 9؟ معناتها خص لازم يكون عندهم نفس الباقي. هنا واش عندي؟ عندي البي تاعي وصلناه توافق 8 بترديد 9. الأ واش قلنا؟ قلنا 6 بترديد 9. إذا هنا واش نحكم عليهم؟ باللي ليس متوافقا. علاش ماشي متوافقا؟ لأنهما ما عندهمش نفس الباقي. هذه هي الإجابة تاع السؤال نتاعي. طيب الآن قال لي ما هو باقي قسمة العدد أ زائد ب مربع على 9؟ ما هو باقي قسمة أ مربع أ زائد ب مربع على 9؟ يعني واش راه يقول لي؟ راه يقول لي أ زائد ب مربع
شحال توافق بترديد ساعة؟ هنا واش ندير؟ واش قلنا؟ قلنا ا توافق 6 بترديد ساعة، البي تاعي يوافق 8 بترديد ساعة، وبرهنناه باللي بي يوافق ناقص 1 بترديد 9. الأ تاعي صفر 6. دوكا البي، البي واش من الأحسن نخدم بالثانية ولا نمشي نخدم بالأولى؟ حاجة باينة بلي نخدم بالأولى. علاش؟ أنا غادي كي ندير بي توافق ناقص 1 بترديد 9. واش قلتلكم؟ قلتلكم كي تكون هنا عندي الأس نقدر ندير منها الأس عادي. أنا ناقص 1 أس 2 نعرفه، هو ديريكتوم 1، مبقاش نمشي ندير 8 أس 2 64 عاد نبقى نحسب بالآلة الحاسبة. دائما نحسب بأسهل طريقة. إذا بي مربع واش توافق بترديد 9؟ 1. الآن واش ندير؟ ندير أ زائد بي مربع. واش توافق؟ الأ واش توافق بترديد 9؟ هي هنايا 6. وبي مربع واش توافق بترديد 9؟ 1 بترديد 9. إذا أ زائد بي مربع يوافق 7 بترديد 9، يعني الباقي تاع القسمة هو شحال؟ هو 9. قال لي واش دركا؟ قال لي استنتج باقي قسمة أ زائد بي مربع على 3. دركا احنا على بالنا بلي إذا كان 9 من مضاعفة العدد 3. دركا واش لازم يدوك؟ لازم غير الباقي نتاعي نقسم على 3. علاش؟ لأن أي حاجة تقسم على 9 تقسم على 3، يبقى الإشكالية في الباقي. دركا حنا 7 واش توافق بترديد 3؟ بالآلة الحاسبة 7 واش هي؟ هي 3 في 2 6 زائد 1. إذا 7 توافق 1 بترديد 7. إذا واش نستنتج؟ نستنتج بلي أ بمربع توافق 1 بترديد 3. إن شاء الله تكون مفهومة صحيح. وهذا هو نهاية الموضوع هذا. نشوفوا بالك تمرين آخر هنا في الموضوع، مع مثلا التمرين الثاني. واش قال لي؟ قال لي احسب باقي قسمة كل من 3 أس 2 و 3 أس 3 و 4 و 5 و 6 على 7. كيفاش نتعامل مع هذا السؤال؟ عفوا، قال لي 3 أس 2 واش توافق بترديد 7؟ 3 أس 2 كم؟ 9. 9 شحال؟ 9 ناقص 7 شحال؟ 2. دوكا مثلا 3 أس 3 واش توافق بترديد 7؟ شوف شتو كيكونوا متابعين هنايا، الأسهل حاجة ماشي ندير 3 أس 3 مثلا 27 ونبقى نحسب. واش ندير؟ فقط الترديد السابق اللي هو 2 نضربه في 3. 3 في 2 6. كنمشيو نطبقوها بالطريقة التقليدية، 3 أس 3 شحال؟ 27. و 27 واش تساوي؟ هي 7 في 3 زائد 6. سما انا باش تجيني سهله فقط الترديد السابق نضربها في 3. مثلا دوكا كون نبغي نحسب 3 اس 4 نفس المبدا، 3 نضربها في 6 هتعطيني 18. 18 واش تساوي؟ هي 7 في 2 اللي هي 14 زائد 4. اذا الباقي تاعي شحال؟ 4. نزيدو مثلا 3 اس 5 نفس المبدا، كنا غير الباقي هذا 4 نضربه في 3. 3 في 4 12. 12 واش هي؟ هي 7 في 1 زائد 5. مفهوم؟ نزيد وقال لي حتى 3 أس 6. 3 أس 6 واش توافق بترديد 7؟ نفس المبدأ، قلنا نضربو 3 في الباقي التالي اللي هو 5 في 3 15. و 15 واش هو؟ هو 7 في 2 زائد 1. إذا أنا الباقي هنا نكتب ديريكتومون الواحد. من بعد واش قال لي؟ قال لي عين باقي قسمة كل من 6 أن و 3 أس 6 أن زائد 4 على 7، حيث أن عدد طبيعي غير معلوم. دوك هاذيك 3 أس 6 أن، هاذي كي نجيو نفرقوها نفرقوها كالآتي. نكتب 3 أس 6 الكل أس أن، نفس المبدأ لأن هذه هي نفسها 3 أس 6. علاش فرقتها كيما هكا؟
لأنني أعلم ثلاثة أس تا الباقي تاع شحال اللي هو واحد. إذا واش غادي ندير؟ غادي نكتب هنايا ثلاثة أس ست، واش توافق بترديد سبعة؟ صبناها بلي توافق واحد. دوكا واش غادي ندير؟ ندير هذه هنايا أس أن، وندير هذه هنايا أس أن. ثلاثة أس ستة أس أن هي نفسها ثلاثة أس ستة أن. واش يوافق؟ واحد أس أن، المعلوم أن واحد أس أن هو واحد. إذا ثلاثة أس ستة أن توافق واحد بترديد سبعة. الآن وين غادي نمشي؟ عفوا، واش قال لي من بعد؟ قال لي و ثلاثة أس ستة أن زائد أربعة. ثلاثة أس ستة أن زائد أربعة. هنايا كون تلاحظوا بلي القسمة اللي درناها قسمة دورية. واش معناتها دورية؟ معناتها راه تعاود. كون نقول لكم ثلاثة أس واحد، ما احنا ما درناها صح ولا عني. دوك واش غادي ندير؟ غادي نفرق هذه. حنايا من الخواص تاع الأس واش يكون عندي ثلاثة أس، عفوا ما نقولوش ثلاثة بصفة عامة، نقول مثلا أ أس بي زائد سي. هذه واش هي؟ هي أ أس بي في أ أس سي. غادي نفرقها كيما سما. كون نفرق هذه كيفاش تولي؟ تولي لي ست ثلاثة أس ستة أن في ثلاثة أس أربعة. صاي دوكا غادي كي نديرها على شكل موافقات، تولي لي ثلاثة أس ستة أن زائد أربعة. واش توافق؟ توافق ثلاثة أس ستة أن في ثلاثة أس أربعة بترديد سبعة. هنايا ثلاثة أس ستة أن الباقي نتاع شحال صبنا؟ قلنا واحد. وثلاثة أس أربعة نمشي لهنايا هاي أربعة، إذا تعطيني واحد في أربعة بترديد سبعة. إذا واش نستنتج؟ نستنتج باللي ثلاثة أس ستة أن زائد أربعة واش توافق؟ توافق أربعة بترديد سبعة. نزيدو نكملو مع التمرين. قالي استنتج باقي قسمة ثلاثة أس 2008 على سبعة. هنا كيفاش ندير؟ عندي ثلاثة أس 2008 واش توافق بترديد سبعة؟ نتوما اللي راكو تشوفو هنايا، الضربة الأولى درنا ثلاثة أس ستة أن، من بعد درنا ثلاثة أس ستة أن زائد ربعة. دوكا سقساني على ثلاثة أس 2008. دوك هذه 2008 خصني نشوف كيفاش تنكسب. واش معنات هذه كيفاش تنكسب؟ ستة في حاجة زائد حاجة. انت علاش درت اختاريت هاد الستة؟ لأنها هنا راكو تشوفو هنا عندي ثلاثة أس ستة أن، هنا عندي ثلاثة أس ستة أن زائد ربعة. حنا دوك نشوفو واش غادي ندير. غادي نقسم 2008 مقسومة على ستة، غادي تعطيني 334.666. أنا اللي يهمني غير 334. دوكا واش ندير؟ ندير 2008 ناقص نفتح قوس ستة في واش في 334، الباقي نتاعي أربعة. يعني واش صبنا؟ صبنا بلي 2008 تكتب من الشكل ستة في حاجة زائد أربعة. نقدو نسميو هذا 334، نقد نسميه أن، تا واحد ما يسالي. إذا راكو تلاحظو حنا قبيلا واش درنا؟ صبنا بصفة عامة، كي تكون عندي ثلاثة أس ستة أن زائد أربعة، الباقي نتاعها أربعة. إذا أنا واش نكتب له؟ نكتب له ألفين ثلاثة أس 2008 واش تساوي؟ تساوي ثلاثة أس ستة في 334 زائد أربعة. إذا راها من هذا الشكل، إذا ديريكتومون نقول له بلي توافق أربعة بترديد سبعة. ديجا رانا حاسبينها من قبل. بعد واش قال لي؟ قال لي بين أن العدد هذا اللي عطاهني يقبل القسمة على سبعة من أجل كل عدد طبيعي. عندي ثلاثة في ثلاثة أس ستة أن زائد أربعة ناقص اثنين في ثلاثة أس ستة أن زائد أربعة. نكتبو هذاك. عندي ثلاثة في ثلاثة أس ستة أن زائد أربعة ناقص اثنان في ثلاثة أس ستة أن زائد أربعة.
واش معناتها يقبل القسمة على 7؟ معناتها الباقي نتاع شحال لازم يكون؟ يساوي الصفر. إذا لازم يبين بلي هذه توافق 0 بترديد 7. أنا واش غادي ندير؟ نكتب 3 في 3 أس 6 أن زائد 4، غادي نبقى نخدمي بالوحدة. 3 في 3 أس 6 أن زائد 4 شحال صبناها بلي؟ صبناها بلي توافق 4 بترديد 7. إذا هذه واش تعطيني؟ تعطيني 12 بترديد 7. واش هي 12 هي 7 في 1 زائد 5. إذا الباقي شحال؟ إذا هذه توافق 5 بترديد 7. هاني كملت مع الأولى، هذه نديروها باللون هذا الوردي. الآن وين نمشي؟ نمشي نخدم دركا 2 في 3 أس 6، ولا غادي ندير ناقص 2 في، ولا خلينا نديرو غير 2 ومن بعد نقصو عادي. 2 في 3 أس 6 أن، واش توافق؟ توافق 2 في 3 أس 6 أن شحال صبناها قبيلة؟ توافق 1 بترديد 7. إذا 2 في 3 أس 6 أن واش توافق؟ توافق 2 بترديد 7. ويبقى لي الأربعة. دوكا نكتب، واش نكتب؟ نكتب 3 في 3 أس 6 أن زائد 4 ناقص 2 في 3 أس 6 أن زائد 4، واش توافق؟ هذه 3 في 3 شحال صبناها؟ صبناها 5. ناقص 2 في 3 أس شحال صبناها؟ صبناها 2. وأخيرا زائد 4 بترديد 7. 5 ناقص 2 كم؟ 3. 3 زائد 4 7. وبما أن 7 من مضاعفة 7 ثم الباقي شحال؟ 0. وهذا ما طلب مني برهان. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش خلونا في تعليق باش نزيد لكم الدوال. اللي راه مهتم يخلي لي في تعليق الدوال، وإن شاء الله نسي نخدم لكم فيديو في القريب العاجل لأنه ما بقاش بزاف البكالوريا، وفي نفس الوقت مراجعة لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.